مكرونه محمره باللحمه المفرومه، بس اللحمه المفرومه ضاني، اكيد في نفس مختلف. كيس مكرونه محمر، وعندي الطاسه بتاعتي شغاله او الحل حسب اللي قدامي، وهبدا هشتغل على طول دلوقتي بسنه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعصج الايه اللحمه المفرومه دي. الف ب تعصيج فلفل اسود كده اهو. نسيت اقول حاجه بالفلفل الاسود بالمره، كان في سؤال بيتسال من شويه معايا، في هانم كانت بتكلمني على ثلاث انواع مشروم، في نوع منهم اللي هو الكالجن او الاوستر، برضو نفس الكلام. الكالجن ده تلاقي المشروم فيه سنه سبايسي مشطشط شويه، خد بالك، او قالب على ريحه فلفل شويه، فده في بعض الناس تحب تنقعه شويه، في بعض الناس تحب تعمله على كده، بس ملحوظه لحضرتك يعني. طيب ارجع تاني لحبه ملح قدامي كده اهو، احلى فلفل، وابدا انزل عندي بيهم على الطاسه الحلوه دي بسم الله، وابدا اعصج اللحمه المفرومه بسنه ملح وفلفل اسود كده اهو مع بعض. ايه اللي هنضيفه النهارده في الطاجن ده؟ الطاجن ده هحط فيه فلفل الوان، حط فيه كمان هريسه، حط فيه بقدونس، بصل، هروقه يعني، هعمل فيه اللي انا نفسي فيه كله واللي حضراتكم نفسكم فيه. ممكن نشيل المفروم نحط سجق، ممكن نشيل السجق والمفروم نحط كبده بنفس الطريقه، بس هيبقى ليه نفس كويس جدا. كده اهو، ما خدتش مني وقت كتير يا فلفل عصيج. اهم حاجه على نار سخنه عشان خاطر ما تفرولش مني، وكمان ما تجيبش مني ميه. شايف المنظر؟ افندم، حاضر يا فندم. شايف الفروله؟ هو ده اللي انا عايزه. من ايه بقى جت كده؟ جت من فلفل اسود وملح. محمود باشا يا حوده، صباح الفل. صباح النور. اهلا وسهلا، اهلا اهلا. الحمد لله. ازيك يا حوده؟ عامل ايه؟ بحبك قوي. وانا بحبك جدا والله يا حوده، ربنا يخليك. شكرا. الحمد لله. تحت امرك امر. لو سمحت، هو دلوقتي الكبده بحطها يعني قد ايه على الشوايه وعلى درجه كام؟ لو هتخلي الشوايه عاليه، نار عاليه، يبقى هتحطها لمده 5 دقائق كبده، وش وضهر 5 دقائق. أوكي. لو النار واطيه شويه هتخليها 7 10 دقائق، بس الافضل تكون نار عاليه عشان خاطر الكبده ما تجيبش منك ميه. أوكي. هتخش في مرحله السلق مش الشوي. طب هو ممكن بقى تكتب جنبي المكونات عشان انا ما شفتهاش لسه؟ حاضر، حالا هقول لك عليها تاني دلوقتي. حاضر، ماشي. الكبده زي اللي عملتها دلوقتي بالظبط؟ نعم. الكبده زي اللي لسه عاملها دلوقتي؟ حاضر، هنزل لك حالا المقادير تاني، ولكن انصحك بس نصيحه كده قبل ما تقفل. الكبده تبلها بفص ثوم حلو، كمون، عصره ليمون بسيطه مش كتير عشان ما تهريش الكبده معاك، وحط البهار اللي انا حطيته النهارده، سنه حبهان مطحون وحبه كركم على كاري. حاضر. دي طريقه جديده النهارده، قلبهم مع بعض بسنه زيت، وابدا اشويهم لمده 5 دقائق بس، الشوايه تكون سخنه بس. واي حاجه بقى تاني عايز تعملها براحتك. حاضر. ماشي. شكرا. حبيبي شكرا جدا ليك ولاتصالك. صباح الفل. خلاص كده عندي التعصيج زي ما حضراتكم شايفين اهو، بدات الامور تبان. ابدا ابهر بالمره دلوقتي بمعلقه صغيره، ازود سنه ملح كمان. حاضر. حبه كزبره ناشفه، احب الكزبره الناشفه انا في الاكل على فكره. سنه كمون حنب، وسنه حبهان اللي هو فص يعني، وكمان 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 حبه بهارات مشكلين. انا اسف يا ام محمد. صباح الفل يا ماما. صباح الخير. اهلا بيك. استكل زحرك يا ماما. كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير وسعاده يا رب. تسلم ايدك. يا امي. ايدك يا حبيبي. الله يخليك يا ماما، تحت امرك. هنعمل الكحك امتى والبسكوت؟ يا سلام، ده انا مستنيه منك بقى يا حاجه. ده انتوا الاساس يا جماعه والله. والله احنا مستنيين حضرتك لغايه لما تورينا المقادير ايه وبالظبط يعني. عينيا والله العظيم. برضه منكم نستفيد برضه يا حبيبي. حاضر حاضر، على عينيا يا ماما والله، على عينيا واتشرف طبعا. يا حبيبي. المهم انت صحتك عامله ايه اهم شيء؟ الحمد لله. وحبايبك بخير الحمد لله. الحمد لله. ربنا يخليك يا ماما. اوامرك امر. حاضر. عينينا احلى كعك وبسكويت، يجي لك احلى مقادير واحلى عليك وعلى اسرتك ان شاء الله. ربنا يخليك يا امي، ربنا يخليك. عامله افطار ايه النهارده لما تقفلي كده قولي لي؟ النهارده حقيقي انا معزومه بره. الله اكبر. دايما يا حبيبه قلبي، دايما دايما يا ماما. معزومه عند بنت اختي وعزماني النهارده على الفطار. بالهنا والشفا ودايما عامر يا رب كده. امبارح بقى كنا عاملين بقى فضل خيرك فراخ اللي هي زي الكنتاكي دي. عملناها في البيت. حلو، محمره كده وبتاع. الجزار. جميله. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. وعملنا مكرونه كده سباكيتي كده وحلوه. حاجات خفيفه حلوه كده.
سلمى بنتي عملت مكرونه كده اللي هي بتتعمل بالصوص والسوسيس. صوص طماطم حلو مشطشط كده؟ ايوه، وشووا قطايه وعملوا أيوة. كده قطه كده شوي كده الله اكبر وطحينه الله يعني اكبر. يعني عيشنا بقى الدور بقى. هو دايما كده يعني طبعا عيش وبسطي ربنا يحفظهم لك ودايما بحسك البيت مفتوح كده بكل الاكل الحلو ده كله. ربنا يديك الصحه يا امي، شكرا جدا ليكي ولمكالمتك الحلوه وصباح الورد عليكي. طيب اللحمه المفرومه اتعصجت مع فكره ايه؟ الخضار. شايفين المنظر؟ حاضر، هسيب بس اللحمه تتعصج واطلع لكم فاصل. شايف المنظر عامل ازاي؟ عايز اعصج بقى حته اللحمه دي بصوص طماطم. انا هشرب لسه كده كده، هجيب عندي صلصه طماطم معلقه حلوه كده اهو، وهنزل عندي بمعلقتين من صلصه الطماطم بتاعت كنور. ادي واحده ادي اتنين. بص صلصه الطماطم لونها عامل ازاي؟ مهم جدا في اختيارنا لاي نوع من انواع الصلصه وانا بشتري لازم يكون اللون قدامي كده فاتح، احس ان انا لسه فارمها او عجينه او معجونه قدامي كده فريش. اهو شايف الكلام؟ تمام، هقلبهم مع بعض كده اهو، تقليب مستمر واسيبهم شويه. عايز اديهم انا بقى، شوف انا معلش في حته كده بختلف مع بعض الناس، اللي في ناس تقول لك ايه انا احب ادي اللحمه المفرومه بديها ميه عشان اسوي الحاجه كويس. انا ضد دي يعني، مش عارف انا ضده ليه بس يعني مش لوجيك. فانا اجيب عندي اربع طماطميات ولا ثلاث طماطميات حلوين فريش، واروح جايب حبه ميه ومعلقتين صلصه طماطم زي دول وضربهم كلهم في الخلاط، هيطلعوا لي عصير طماطم زي العسل برده فيه ميه، بس يبقى ميه فيها صلصه طماطم فيها طماطم فريش، حاجه تاكل يعني حاجه حلوه. لكن ميه كده، ما الميه قدامي او المرق قدامي هتخليها صيصه كده، تحس ان الموضوع كده يعني. فلا، احسن لي ان انا امشي الامور بالشكل ده. هاجي اعمل ايه بقى؟ انا خلاص عملت ده كله، ادي حبه بس الميه اللي بتكلم عليها بقى من ناحيتي انا بقى يعني اهو. شايف المنظر عامل ازاي؟ اهو كده اهو. واروح جاي بقى عامل ايه؟ كل الكلام ده كله، يلا بينا على الطاسه الحلوه دي. بسم الله. ماشي الكلام. وجايب عندي شوف المكرونه، شوف اللي جاي، شوف انا بحب ادلع الحاجه شويه، نص مكعب مرقه في النص. لو انا عايز بقى اضيف دلوقتي مرقه ادوس خلاص بقى براحتي اهو. شوف بس اهو اهو عشان ادوب بالمرقه دي بس كده اهو، الاثنين ثلاث، وابدا اروح مقلب الكلام ده كله اهو. شوف الطاجن اهو، وبالشكل كده اهو ازود بقى المرقه او الميه على المكرونه مش على اللحمه المفرومه اهو. خلي الحاجه تكون متحيقه كده وشكلها باين، مش محتاج الواحد يتكلم عنها كتير اهو. هنا بقى اشرب براحتي سنه المكرونه بتاعتي على اللي انا عايزه كله، وهطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل نواصل.